بركاته. ان شاء الله دلوقتي هنكمل الجزء بتاع ايه بتاع الاوبتيك نيرف. هنتكلم دلوقتي على ايه، على الاوبتيك نيرايتس. يعني ايه كلمه اوبتيك نيرايتس؟ يعني انفلاميشن في الاوبتيك نيرف، حاجه بديهيه. تمام. طيب فقال لك ان احنا قسمناه اول حاجه على حسب المكان، تاني حاجه قسمناه على حسب الاسباب. فقال لك ان احنا عندنا الكلينيكال كلاسيفيكيشن ده اعتمد على الفوندوسكوبيك ابييرنس بتاع الاوبتيك ديسك. يعني ايه الكلمه دي؟ انا مش فاهمه. تعال الاول، احنا عندنا الاوبتيك نيرف لما جينا قسمناه في المره اللي فاتت اناتوميكالي قسمناه ليه 4 سيجمنت. كلينيكالي بقى هما بيقسموه لجزئين، بيقسموه لحاجه اسمها ريترو بالبر، يعني الجزء اللي ورا الاوربت، وبالبر او الاوبتيك ديسك. تمام. تمام. احنا كلينيكالي بنقسمه ليه الاوبتيك ديسك والريترو بالبر. تمام. تمام. قال لك ان الفندس ده لما نيجي نعمل فندوسكوبيك اكزامينشن احنا بنشوف ايه؟ احنا بنشوف الاوبتيك ديسك بس. تمام. تمام. فهم لما جوهم يشوفوا بالاوبتيك ديسك لقوا مره لما جوهم قصدي يعملوا فندوسكوبيك اكزامينشن، لقوا مره الاوبتيك ديسك بتاعنا ده في انفلاميشن، ومره تانية لو ما فيهوش انفلاميشن. تمام. تمام. فقسموه على الاساس ده. يعني فقال لك اول حاجه البابيلايتس، احنا قلنا بابيلي يعني اوبتيك ديسك، ايتس يعني انفلاميشن، بابيلايتس يعني انفلاميشن في الاوبتيك ديسك. قال لك بابيلايتس دي عباره عن انفلاميشن في الاوبتيك ديسك وفي ومعاه اوبتيك ديسك سويلين. تمام. تمام. تاني حاجه الريترو بالبر ده قال لك عباره ان انفلاميشن في الريترو بالبر بارت بتاع الاوبتيك نيرف، ولكن الاوبتيك ديسك هنا بيبقى ايه؟ بيبقى فري، بيبقى نوت انفولفد. تمام. تمام. اخر حاجه بقى معانا اسمها نيورو ريتينايتس. النيورو ريتينايتس ده عباره عن ايه؟ عباره عن انفلاميشن في الاوبتيك ديسك ومعاه ريتينال انفولمنت. تمام. تمام. وبيعمل لنا حاجه اسمها ماكيولار ستار. لو تفتكر ان الباب اللي دي ما كانت بتعمل لنا حاجه اسمها ايه؟ فين، ماكيولار فين. تمام. تمام. دي بتعمل لها ماكيولار ستار. تمام. تمام. تاني حاجه الايتيولوجيكال كلاسيفيكيشن على حسب الاسباب قسمناه ليه. اول حاجه ممكن يحصل بسبب الدي مايلينيتنج ديزيز، وده الموست كومن وده الاهم. يعني انت لو هتحفظ سبب واحد بيسبب نيورايتس، احفظ لي الدي مايلينيتنج ديزيز اللي هو عباره عن ايه؟ عباره عن المالتيبل سكليروز. تمام. تمام. تاني حاجه انفكشوس، زي مثلا انفكشن جت بسبب الفاريسيلا زوستر، السيفيلاس، الكات سكراتش ديزيز او التي بي. بارا انفكشن، البارا انفكشن دي يا اما حصلت بعد انفكشن يا اما حصلت بعد فاكسينيشن. اوتو اميون شبه سيستميك لوبس اريثروماتوزس او بولي ارثرايتس نود. المهم مين اللي بيسبب اوبتيك نيورايتس؟ اهم حاجه تسبب لي اوبتيك نيورايتس المالتيبل سكليروز. المالتيبل سكليروز ده عباره عن ايه؟ عباره عن اوتو اميون ديزيز، بيجي للاسف للميدل ايجد فيميل. بيحصل ايه؟ بيحصل ايه في المرض ده؟ هو بيحصل دي مايلينيتنج لي النيرفات بتاعه الجسم. تمام. تمام. فبيحصل مشكله في الكوندكشن بتاعه النيرف. تمام. تمام. فقال لك ان هو عباره عن ايه؟ عباره عن باثولوجيكال بروسيس بيحصل فيها النورمالي مايلينيتد نيرف فايبر لوس زير انسوليتنج مايلين لاير. دي مايلينيشن ده بيعمل ديستربنس في الكوندكشن، وده بيحصل على طول التراكت كله مش في الاوبتيك نيرف بس، يعني بيحصل في الوايت مطر وفي البرين ستيم والسباينال كورد. تمام. تمام. تاني حاجه هناخدها الكلينيكال بريزنتيشن بتاعه العيان ده. اولا الاوبتيك نيرف نيورايتس مش بتهزر، يعني مثلا مش زي الباب اللي ديما الدروب بتاع الفيجن بيبقى جراديوال وبيبقى ليت وبيبقى على مهله كده، لا هنا بيبقى اكيوت دروب اوف فيجن. يعني الدروب اوف فيجن بيبقى اكيوت وبيبقى قصدي اكيوت وبيبقى يونيلاترال. تمام. تمام. ماشي. احنا قلنا في البابليزيم قبل كده ان هي بيبقى بايلاترال، لان زياده الضغط في البرين هياثر على الناحيتين طبيعي. لكن هنا في البابيلايتس اكيد مش هيبقى شخص عديم الحظ لدرجه ان هو يحصل له انفلاميشن في العينتين، اكيد هيحصل له في عين واحده. تمام. تمام. وبيبقى معايا هيدك واي بين. تمام. ولكن عندنا هنا ملحوظه مهمه، قالك ان الريترو باربال نيورايتس، احنا اصلا عارفين ان امراض الاوبتيك نيرف بتبقى ايه؟ بتبقى المفروض ان هي بتبقى بينلس، فطبيعي ان هو لما يحصل انفلاميشن فيه هيبقى ايه؟ هيبقى فيه اكيوت يعني صادن بينلس ديمينوشن اوف فيجن، دروب اوف فيجن. تمام. تمام. ولكن في حاله الريترو باربال نيورايتس ده بيحصل ايه؟ بيقولك ان احنا عندنا النيرف بتاعنا ده احنا كنا قايلين ان هو حواليه حاجه اسمها المننجيس او الشيز بتاعه. تمام. تمام. قالك ان الشيز بتاعه ده عندنا فيه عضلتين في الجسم بتاعه بتاعنا جسم ايه؟ عضلتين في العين بيروحوا يعملوا انسرشن فيه، اللي هو عندنا مصل اسمها السوبيريور ريكتوس والميديال ريكتوس مصل، الاثنين دول بيروحوا يعملوا ايه؟ انسرشن في الشيز بتاع الاوبتيك نيرف. تمام. تمام. فقال لك لما الشخص يحصل له انفلاميشن في الريترو باربر بارت ده، لما يجي يحرك عينه سواء لفوق او ناحيه هي الميدل دي بتحركوا ناحيه فين مش عارفه. المهم سواء جيت اعمل الاكشن بتاع العضله دي او جيت اعمل الاكشن بتاع العضله دي، العين هيحصل فيها بين جامد جدا. تمام. تمام. فقال لك ان هي بيبقى عندي بين في الاي موفمنت
ده بيبقى في الريترو بالبر نيورايتس بس بسبب ايه؟ بسبب التراكشن للاكسترا اوكيولار المصل اللي هم السوبيريور ريكتس والميدل ريكتس بسبب الزير اتاتشمنت للاوبتيك نيرف تشيز. تمام تمام. فانا عندي كده خدت فرقين ما بين البابيلايتس والريترو بالبر نيورايتس. البابيلايتس الاوبتيك ديسك بيبقى فيه مشكله، هنا الاوبتيك ديسك بيبقى سليم. البابيلايتس بتبقى بينفول، الريترو بالبر نيورايتس بتبقى فيري لا اسفه البابيلايتس بتبقى بينلس ما فيهاش بين، لكن الريترو بالبر نيورايتس بتبقى فيري بينفول. تمام تمام ماشي. هندخل بعد كده على الساينز اللي هي خدناها في الاول اللي هي بتاعت اي اوبتيك نيرف ديزيز. اول حاجه الفيجوال اكيوتي هتقل، هتوصل ل 18 على يعني هتبقى رينج من 18 على 6 ل 60 على 6 على حسب السيفيريتي. الكلر فيجن هتبقى امبيرد، قالك هيحصل نقص في اللايت سنسيتيفيتي. الفندس الاوبتيك نير لو انا في الريترو باربر نيورايتس هتبقى ايه؟ هيبقى نورمال، ولكن لو انا في البابيلايتس هيبقى فيه سويلنج وهيبقى فيه داستي فيتراس اوباستي. تمام تمام. الفيجوال فيلد بقى قال لك ان انت ممكن تلاقي حاجه من الحاجات الجايه دي، يا اما هيحصل سنتر اسكوتوما للريد والجرين وده الموست كومن، يا اما هيحصل جينرالايز ديبريجن للريتينال سنسيتيفيتي، يا اما هيحصل حاجه اسمها اتيدويدنال فيلد ديفكت. اهم حاجه عندي الجملتين دول اللي هو سنتر اسكوتوما للريد والجرين والاتيدويدنال فيلد ديفكت. تمام تمام. يعني ايه سنتر اسكوتوما للريد والجرين؟ يعني هيحصل عتامه في اللون الاحمر والاخضر. لو تفتكر في البابيل ديما كان بيحصل عتامه للون البلو، فانت ثبتها كده. لو انا عندي انفلاميشن يبقى المشكله في اللون الريد والجرين، لكن لو انا عندي ايديما بيبقى المشكله في اللون البلو، ولو انا عندي برضو توكسين هتبقى المشكله في الريد والجرين. تمام تمام. وبيحصل حاجه اسمها اتيدويدنال فيجوال فيلد ديفكت. يعني ايه؟ يعني انا عندي النص الفيجوال فيلد طور، البيوبل هيحصل فيها ايه؟ ريليتيف افرنت بيوبلر ديفكت، ودي قلناها. وهنيجي نعمل اكزامينشن بالفيجوال ايفوك بوتنشال هنلاقي زياده في الليتنسي. تمام تمام. ندخل بعد كده على الديفرنشال دايجنوز. قلنا الديفرنشال دايجنوز في اي حاجه مهمه، عندنا الديفرنشال دايجنوز ما بين البابيلي ديما والبابيلايتس. احنا قلنا اول حاجه ان البابيلي ديما دي بتبقى باي لاترال، البابيلايتس بتبقى يوني لاترال. البابيلي ديما بيبقى فيها زياده في الانترا كرينال تنشن، اصلا هي سببها الزياده دي، لكن هنا بيبقى نورمال. الفيجن هنا بتبقى في الاول كويسه ما بتبقاش افكتد، بالعكس هو الفيجن اصلا ما بتبقاش افكتد الا في الاخر لما يحصل ضمور، ولكن البابيلايتس هنا بتبقى ماركت امبيرمنت من الاول. سيبك من الجزئيه دي دلوقتي. الفيتراس هنا هيبقى كلير لان هنا في بابيليديما، البابيليما بتطلع اكسيوديت، لكن البابيلايتس بتطلع دي ترانسيوديت. تمام. فالبابيلايتس هتبقى داستي، الفيتراس هيبقى يعني داستي. الفيجوال فيلد هنا هيبقى انلارجد بلايند سبوت، وهيحصل فيه حاجه سنتر اسكوتوما لمين؟ للبلو. لكن هنا هيبقى فيه سنتر اسكوتوما لمين؟ للريد والجرين. تمام تمام. ايه بقى لما اجي اشوف الديسك سويلنج؟ هلاقي فيه ماركت اب لحد 9 دايوبتر، وهنا سلايت لزان 3. ايه يعني 9 دايوبتر 3 دايوبتر ده؟ بص هو كل بساطه ان انا عندي المفروض ان الاوبتيك ديسك بتاعنا ده لو دي الريتنا، المفروض ان هو يبقى نفس على مستوى يبقى بسم الله ما شاء الله الرجيم، يبقى هو المفروض يبقى على نفس المستوى بتاع الريتنا. تمام تمام. بس متخلف شويه بس مش مشكله. فقال لك ان هو لما يحصل له سويلنج احنا بنحتاج عدسه، بنحتاج نكبر العدسه عشان نقدر نشوف. ماشي ماشي. فهم قالوا لك ان كل 1 مللي سويلنج او كل 1 مللي ارتفاع في الاوبتيك ديسك بحتاج عدسه 3 دايوبتر زياده. بمعنى انا مثلا الاوبتيك ديسك زاد 2 مللي يبقى انا محتاجه 2 في 3 ب 6 دايوبتر، زائد 3 مللي يبقى انا محتاجه 9 دايوبتر، وهكذا. فقال لك ان في حالات البابيلي ديما بيترفع قوي، السويلنج بيبقى كتير، فبحتاج عدسه 9 دايوبتر، يعني هو كده طلع كام؟ 3 مللي. لكن في البابيلايتس بيبقى اقل شويه، بحتاج عدسه 3 دايوبتر، يعني ايه؟ يعني هو ارتفع 1 مللي. تمام تمام. بعد كده هندخل في جزئيه التريتمنت. قال لك ان هو بيحصل سبونتينوس ريكفري في المالتيبل سكلروز والايديوباثيك كيزز. انا بدي للمريض ده ايه؟ بدي له انتروفينوس ميثايل بريدنيزولون، بديله 1 مللي جرام لمده 3 ايام. وقال لك ان احنا يعني لما بندي الميثايل بريدنيزولون ده بيبقى بيعمل ريكفري كويس. البروجنوزس بتاعه الديسيز بتاعنا ده بقى، البروجنوزس بتاعه الديسيز ده جود. تمام تمام. في اغلب الحالات الفيجوال اكيوتي اللي ضاعت دي بترجع، ولكن انا عندي في حاجتين ما بيرجعوش، الديفكت اللي بيحصل في الكالر والديفكت اللي بيحصل في السنسيتيفيتي بتاعه اللايت، دول ما بيرجعوش. يعني المريض جاله المرض تمام تمام، بعد ما يخف الفيجوال اكيوتي هترجع تاني، لكن الكالر فيجن واللايت سنسيتيفيتي مش بترجع. تمام تمام. قال لك فيلير تو امبروف ووت كول فور انفستيجيشن للكومبرهنسيف في اذر نيوروباثي. وهنا في بقى مربع مهم كده بيقول لك ان المالتيبل سكلروز ده عباره عن ايديوباثيك ديسيز. تمام.
دي مايلينيتنج بياخد السي ان اس وايت مطل. قال لك ده الكومنست كوز اللي ممكن يعمل لي اوبتيك نيورايتس بيجي في الميدل ايجد فيميل. بعمل ام ار اي ممكن الاقي دي مايلينيتنج بري فينتريكولار بلي. تمام تمام بقى احنا كده خلصنا الاوبتيك نيورايتس. قلنا فيها ايه؟ قلنا اول حاجه ان انا عندي اوبتيك نيورايتس يعني التهابات في الاوبتيك نيرف. تمام. الكلاسيفيكيشن بتاعها قسمناه على حسب الفندوسكوبيك ابييرنس. لقينا ان البابيلايتس بيبقى فيها الاوبتيك ديسك فيه مشكله، الريترو بالبر الاوبتيك ديسك بيبقى سليم، وعندي حاجه اسمها ريترو ريتينايتس. تمام تمام. يبقى هنا الريتنا ايه انفولمنت وبتعمل حاجه اسمها ماكيولار ستور. بعد كده قلنا الاسباب اهمهم مين؟ المالتيبل سكليروزس. بعد كده خدنا الكلينيكال برزنتيشن، قلنا بيحصل دروب في الفيجن. الدروب في الفيجن دي بتبقى اكيوت وبتبقى يونيلاترال. تمام. بينلس في حاله البابيلايتس وبتبقى فيري بينفول في حاله ايه؟ ريترو باربر نيورايتس. قلنا ليه. بعد كده خدنا ستاينز، قلنا الفيجوال اكيوتي هتدروب، الكلر فيجن هيبقى امبيرد، هينقص فيه، هيحصل نقص في اللايت سنسيتيفيتي. قالك الفندس هنشوف هنلاقي ايه؟ الاوبتيك ديسك سليم في حالات الريترو باربر، في سويلنج في حالات البابيلايتس، الفيجوال فيلد بيحصل حاجه اسمها سنتر سكوتوما للجرين والريد، والتيدنال فيجوال فيلد ديفكت. طبعا بيحصل ريلاتيف افرنت بيبولر ديفكت وانكريز في الليتنسي لما نيجي نشوف بالفيجوال ايفوكت بوتنشال. وخدنا المقارنه ما بين البابيلديما والبابيلايتس، قلنا البابيلديما بتبقى باي لاترال، البابيلايتس يوني لاترال. هنا بيبقى فيه زياده في الانترا كلينال بريشر، هنا ما مش بيبقى فيه، هنا الدروب بتاع الفيجن بيبقى متاخر، هنا بيبقى ايرلي. بحتاج هنا عدسه ديوبتر، هنا بحتاج عدسه ديوبتر، هنا الفيتراس بيبقى كلير، هنا بيبقى دستي، هنا بيبقى فيه سكوتوما لي البلو، هنا سكوتوما لي الريد والجرين، وهنا بيبقى فيه اللارجد بلايند سبوت. قلنا العلاج هو بيحصل له سبونتينوس ريكفري، ولكن المشكله في الديسيز ان هو بيبقى ريكارنت. تمام. نسيت اقول المعلومه دي. بدي انترافينوس ميثايل بريدنيزولون، قلنا هو في الاخر هو عنده جود بروجنوزز، الفيجوال اكيتي هترجع، ولكن المشكله ان الكالر فيجن مش هترجع. وخدنا المالتيبل سكليروز. تمام تمام. نبدا بقى في المرض اللي بعديه الاوبتيك اتروفي. تمام تمام. احنا كده فضل لنا الاوبتيك اتروفي والتوكسيك اوبتيك نيوروباثي وحاجه اسمها انتيرو سكيميك اوبتيك نيوروباثي، والثلاثه ديسيز دول صغننين خالص مقارنه بالمرضين اللي فاتوا، يعني هنخلصهم بسرعه ان شاء الله. عندنا اول حاجه الاوبتيك اتروفي. الاوبتيك اتروفي ده معناه ايه؟ معناه ان العصب البصري بتاعي بدا يموت، فهو معناه ان حصل ديجنريشن في الاوبتيك نيرف من اول الاوبتيك نيرف لحد من اي بوينت، يعني في الاوبتيك نيرف لحد اللاترال جينيكيول بودي. تمام تمام. يعني اي نقطه على المفصل دي ممكن يحصل فيها اتروفي. الايتيولوجي قال لك ان هم قسموه لاربع انويه. اول حاجه برايمري، سكندري، حاجه اسمها كونسيكيوتيف، وحاجه اسمها بوست جلوكوماتس. بوست جلوكوماتس دي مفهومه، يعني جالي بعد الجلوكوم. تعال بقى نشوف يعني ايه برايمري ويعني ايه سكندري. ماشي. قالك سكندري دين، لو تفتكر ان احنا لما جينا نتكلم في البابيلي ديما قلنا ان في اخر ستيج اللي هي الاتروفايد ستيج بيحصل حاجه اسمها سكندري اوبتيك اتروفي، وقلت لكم ان احنا ايه، ان احنا هناخدها بعدين. تمام. هي دي بقى السكندري اوبتيك اتروفي. قالك السكندري اوبتيك اتروفي ده سكندري بقوله امتى؟ لما يكون في عندي اوبتيك ديسك سويلنج، و الاتروفي ده حصل بسبب ايه؟ بسبب مشكله في الاوبتيك ديسك، يعني بسبب ديسيز في الاوبتيك ديسك. طب الديسيز اصلا اللي بتحصل في الاوبتيك ديسك عباره عن ايه؟ يا اما بابيلي ديما، يا اما بابيلايتس، فيا اما تبقى بوست بابيليتك، يا اما تبقى بوست بابيليمس. تمام تمام. طب البرايمري، البرايمري ده قال لك بيحصل بسبب حاجه بره الاي جلوب، الاي بول. تمام تمام. فهنا ما بيبقاش في اوبتيك ديسك سويلنج، والسبب بيبقى ايه؟ اوتسايد ذا اي بول. ناخد بالنا من اوتسايد ذا اي بول دي زي ايه مثلا؟ زي مثلا ريترو باربر اوبتيك نيورايتس، كومبرهنسيف اوبتيك نيوروباثي، توكسيك اوبتيك نيوروباثي، بوستيرور اسكيميك اوبتيك نيوروباثي، ايا كان. تمام تمام. بعد كده عندنا حاجه اسمها كونسيكيوتيف اوبتيك اتروفي. الكونسيكيوتيف اوبتيك اتروفي ده بيحصل فيه ايه؟ بيحصل الاتروفي سكندري ليه مشكله في الكوريدو ريتينال ديزيز بسبب مرض حصل فيه الريتينا. طب اسبابه؟ يا اما كورونيك ريتينال ارتري اوكلوجن، يا اما ريتينال بيجمنتوزا، يا اما حاجه اسمها ريتينال ديتاتشمنت، يا اما حاجه اسمها امورتيك فاميلي ايديوباثي. يبقى انا عندي واحده اموره وثلاثه ثانيين، الامورتيك فاميلي ايديوسي، سنتر ريتينال، سنترال ريتينال ارتري اوكلوجن، ريتينال ريتينايتس بيجمنتوزا، ونيجليتيك ريتينال ديتاتشمنت. بوست جلوكومتاز يعني حصل بسبب جلوكوم. تمام تمام. ده شكل الجلوكومتاس اوبتيك اتروفي، ده شكل الكونسيكيوتيف. بص الريتينا ضايعه خالص. هنا شكل السكندري، سكندري يبقى في مشكله فين؟ يبقى في مشكله عندنا في الاوبتيك ديسك. هنا برايمري لا، الاوبتيك ديسك لو تلاحظ نورمال وما فيهوش اي حاجه.
ماشي. هيكلمك دلوقتي بقى على مقارنه ما بين ال ما بين الاربعه. بيقول لك في الساين والسيمتوم، هي الساين بتاعت ايه؟ ان الاوبتيك نيرف فانكشن راحت. الفندس اكزامينشن بقى، اول حاجه احنا قلنا البرايمري ده بسبب ايه؟ بره العين. سكندري مشكله في الاوبتيك ديسك، كونسيكيوتيف مشكله في الريتينا، بوست جلوكومتس جلوكوم. الكارل كلهم وايت ما عدا مين؟ ما عدا الكونسيكيوتيف ده هيبقى يلو، يبقى ما عدا الريتينا هي اللي هتبقى ايه؟ هتبقى مصفره. ماشي. فقال لك البرايمري ده اللي هيبقى ميلكي وايت، السكندري هيبقى جري شويه، البوست جلوكومتس هيبقى بلو شويه. احنا عارفين ان الجلوكوما دي اسمها الميه الزرقاء، فهتبقى ابيض من زرق من اسمها. تمام. الكاب والايج واللامينا الثلاثه دول بيبقوا حالتهم حلوه في البرايمري وفي جلوكومتس، بيبقى حالتهم وحشه في الاثنين اللي في النص. تاني يبقى انا اسكمها كده، الثلاثه دول حالتهم بتبقى حلوه في الاول والاخير، حالتهم بتبقى وحشه في النص. بمعنى انا عندي الكاب هنا بيبقى شالو وانلارج، هنا بيبقى ديب ولارج، لكن هنا بيبقى اوبليتريتد ما بشوفوش اصلا. ماشي. يبقى في الاول وفي الاخير انا بشوف، بس هنا بيبقى شالو وانلارج، هنا بيبقى ديب وانلارج، هنا اصلا انا مش بشوف. الايدجز هنا بتبقى ويل ديفايند، هنا ويل ديفايند، هنا بتبقى ايل ديفايند. اللامينا هنا بشوفها وهنا بشوفها، هنا ما بشوفهاش. تمام. هنا بيقول لك ان الايدجز هنا اوفر هانجينج، انا جيت اترجم اوفر هانجينج دي لقيتها متدليه، فمش عارفه بقى، بس هي ويل ديفايند يعني. تمام. الريتينال فيسلز بقى عندي هنا بتبقى نورمال، لان المشكله اصلا بره العين. هنا في الاوبتيك ديسك ديسيز بتبقى اتنويتد يعني ضعيفه، وشيسينج اتنويتد يعني ضعيفه. طب يعني ايه شيسينج؟ قال لك هتحس ان هي متغلفه ايه؟ بسبب خلايا الانفلاميشن وبسبب الاكسيوديت والحاجات اللي بتطلع، هتحسها ان هي متغلفه بيها. تمام. متغلف. تمام. الكونسيكيوتيف هنا هتبقى ماركدلي اتنويتد، هتبقى ضعيفه جدا. بوست جلوكومتس هتبقى انتربتد، انتربتد يعني متقطعه كده، انا مش عارفه معناها ايه بصراحه، بس نحفظها كده وخلاص. ماشي. نيجي بعد كده على التريتمنت. قال لك انا هعالج الكوز. هو اصلا احنا قلنا ان الاوبتيك نيرف ده لما بيحصل له اتروفي بيروح في سكه اللي يروح ما يرجعش، ولكن احنا لما نيجي نعالج الكوز بنحاول ان احنا نقلل سوء المرض. تمام. اللي هو احسن الوحشين. تمام. يبقى احنا خدنا ايه؟ خدنا الاوبتيك اتروفي، قلنا ان هو اول حاجه برايمري بسبب حاجه بره الجروب زي الريترو باربرال اوبتيك نيورايتس او الكومبريهنسيف اوبتيك نيوروباثي او التوكسيك او البوستيرو اسكيميك اوبتيك نيوروباثي. ماشي. السكندري اوبتيك اتروفي ده بيحصل مشكله في الاوبتيك ديسك، الكون البتاع دي يعني بتحصل بسبب مشكله في الريتينا، يا اما بسبب سنترال ريتينال ارتري اوكلوجن، ريتينايتس بيجمنتوزا، ونجليتيك نيترال ديتاتشمنت، والامور. تمام. بري جلوكومتس قلنا ايه؟ قلنا بيجي سكندري للجلوكوما. بعد كده خدنا ايه؟ خدنا المقارنه ما بينهم. قلنا البرايمري ده كلهم بيبقوا ابيض ما عدا الكونسيكيوتيف ده بيبقى يلو. قلنا في الكاب والايج واللامينا بيبقى حالتهم حلوه في الاول والاخير، بيبقوا وحشين في النص. الكاب بيبقى هنا شالو انلارجد، هنا بيبقى ديب وانلارجد. الايج هنا بتبقى ويل ديفايند، ويل ديفايند هنا بتبقى ايل ديفايند. الكاب هنا بيبقى اوبليتريتد، اللامينا هنا بتبقى ويل سين، هنا ويل سين، هنا ما بنشوفهاش. نيجي بقى للريتينال فيزلز، هنا البرايمري بتبقى نورمال كويسه، السكندري قلنا بتبقى اتنويتد وي شيثينج، بسبب ايه؟ بسبب خلايا الانفلاميشن اللي بتحوطها. هنا بتبقى ماركدلي اتنويتد، هنا بتبقى انتربتد. تمام. هندخل بعد كده بقى عن حاجه اسمها لحاجه اسمها الاوبتيك التوكسيك اوبتيك نيوروباثي. تمام. يعني ايه؟ احنا هناخد شويه توكسين كده بتعمل مشكله في العين. هناخد الالكحول، وهناخد حاجه اسمها الكوينين، وهناخد الميثايل الكحول. تمام. اول حاجه التوكسيك اوبتيك نيوروباثي ده عباره عن ايه؟ عباره عن كرونيك بايلاترال دامج في الاوبتيك نيرف، بيحصل بسبب ايه؟ بسبب اكستروجين توكسيك. يبقى الموضوع ده بيبقى كرونيك، دي اول حاجه احنا هناخدها النهارده، كرونيك وبايلاترال. تمام. هناخد اول حاجه التوباكو اللي هو مين؟ السموك. قال لك ان التوباكو دي بتعمل توكسيسيتي في العين ازاي؟ اولا التوباكو عشان تعمل توكسيسيتي للعين يعني لازم يبقى الموضوع اكسسيف، و اكسسيف يوز للتوباكو والسنين كتير. يعني شخص مصر على المعصيه، شخص مصر ان هو يشرب السجاير ويدمر صحته. تمام. لكن لو شخص مثلا شربها فتره صغيره مش بتاثر فيه. تمام. فقال لك ان انا عندي اسبابها، هما ايام زمان كانوا مفكرين ان المشكله في النيكوتين، ولكن لما صنعوا سجاير من غير نيكوتين لقوا ان المشكله لسه موجوده، فقالوا ان الصيانيد حديثا يعني هي اللي عامله مشكله. المهم ايه اللي بيحصل؟ كلينيكالي الفندس بتاعنا بيبقى نورمال، يعني الاوبتيك ديسك بيبقى نورمال، ولكن الفيجوال فيلد بيبقى فيه سيمتريكال سنتروسيكال او سنترال سكوتوما لمين؟ للريد والجرين. انا قلت لكم ان الريد والجرين بيبقى في التوكسيستي والنيورايتس، اما البلو بيبقى في البابيليديما، نحفظها بقى. تمام. الفيجوال فيلد هنا بيبقى
بيبقى فيه سنتروسيكال او سنترال اسكتوما. تمام. التريتمنت ان انت تبطل السجاير او تعمل ايه او تديه فيتامينز وفاز دايريتور اللي هو مش راضي يبطل، فاحنا بنديله فيتامينات عشان يعني يعوض المشكله اللي بتعملها السجاير، وفازو دايريتور عشان تخلص الجسم من السجاير او البول. تمام. تاني حاجه هناخدها الكوينين. الكوينين قالك ان هو الكوينين ده عباره عن دواء هم كانوا بيستخدموه او بيستخدموه في علاج الملاريا. تمام. في بعض الناس بيعمل حاجه اسمها ايديو سينيكاراسي للدراج. يعني ايه؟ يعني في بعض الناس عندهم جينات معينه بتعمل رد فعل غير طبيعي للدواء ده، مش في كل الناس يعني، مش اي حد ياخد كوينين هيعمل عنده المشكله دي. قالك ان هو بيبقى سيميلر للسنترال ريتينال ارتري اوكلوجن، بيبقى فيه شيري ريد سبوت واتنويتد للبلاد فيسل. المهم الكلام الجاي ده ان هو بيعمل حاجه اسمها كونسنتريك كونتراكشن للفيلد فيجن ويز تيوبولار فيجن. بص هو بيأثر على ايه؟ احنا قلنا ان السجاير بتأثر على السنترال فيلد، يعني بتعمل مشكله في السنترال فيجوال فيلد. لا ده بيعمل مشكله في البريفرال فيلد. تمام. فبيعمل لك حاجه اسمها كونسنتريك كونتراكشن. يعني ايه كونسنتريك كونتراكشن؟ يعني لما حاجه تبقى كبيره كده وانا اعمل لها كونتراكشن يعني بقللها. يعني بقلل ايه؟ بقلل الفيجوال فيلد كده من ناحيه البريفرال، ودي شكلها. تمام. المهم ندخل بعد كده على ايه بنعالجه ازاي. بنوقف برضو الدواء ونديله فازو دايليتور. بعد كده هندخل على حاجه اسمها ميثايل الكحول. ماشي. هو الكحول ده في منه انواع مش نظيفه وفي انواع منه نظيفه. الانواع اللي مش نظيفه اللي هي الميثايل دي هي اللي بتعمل المشكله. تمام. فهو حتى لما يجوا يشربوا بيشربوا حاجه مش نظيفه. انت لما تيجي تشرب اشرب حاجه نظيفه عشان ما تعملكش مشكله. ماشي. الميثايل الكحول سواء انت شربته او عملت له انهاليشن او حصل له ابسوربشن بيه السكن. بيجي حد يقول لي ازاي هيعملوا سكن ابسوربشن؟ هما في الدول الاجنبيه اللي ربنا ياخدهم بيعملوا ايه؟ بيعملوا حمامات سباحه بالبتاع ده بالكحول ده وينطوا فيه، فهو بيحصل سكن ابسوربشن عن طريق الحوار ده يعني. تمام. الباثوجينيسيس ان هو بيحصل بديك داون للميثايل الكحول لفورمالدهايد وفورميك اسيد. تمام. الحاجتين دول بيروحوا يعملوا ايه؟ اسيدوزز وانوركسيا، وبيعملوا ديجنريشن في الجانجليون سيل بتاعه النيرف فايبر. كلينيكالي الموضوع لو اكيوت هيحصل نويز فومتنج ويموت، لكن لو الموضوع كرونيك هيحصل رابيد فيلير للفيجن وكونتراكشن للفيلد اوف فيجن وهيحصل سنترال اسكتوما تيل بلايندنس. تمام. يبقى لو هو الموضوع اكيوت هيموت على طول. طب لو الموضوع كرونيك لا، هيحصل اول كونتراكشن هيحصل رابط فيلير في الفيجن وكونتراكشن للفيل ويحصل سنترال اسكتوم. تمام. التريتمنت بعمل له جاستريك لافاج وصوديوم بايكربونات عشان اعالج الاسيدوزس اللي حصلت. بس كده. يبقى احنا خدنا ايه؟ خدنا اول حاجه الكحول. قلنا ان الكحول بيعمل ايه؟ بيعمله سنتروسيكال او سنترال اسكتوم اللي الريد والجرين. الكوينين بيعمل حاجه اسمها كونسنتريك كونتراكشن للفيل. الميثايل الكحول بيعمل كونتراكشن في الفيلد وسنترال اسكتوم. تمام. هيدخل بعد كده على اخر حاجه معانا اللي هو الانتيرور اسكيميك اوبتيك نيوروباثي. يعني ايه نيوروباثي؟ يعني الفايبرز بتاعت النيرف بدات تموت. بسبب ايه؟ بسبب اسكيمي. تمام. هو انا عندي المفروض ان النيرف بتاعنا ده واصل له بلاد فيسل عشان يغذيه شبه اي حاجه في الجسم. تمام. مين البلاد فيسل اللي بيغذيه؟ اللي هو مين؟ الشورت والسيرو سيريال ارترز. فلو حصل اوكلوجن في الارترز دي هيحصل اسكيميا في النيرف. تمام. فالاوكلوجن بتاع الشورت والسيرو سيريال ارتري هيؤدي الى بارشال او توتال انفاركشن في الاوبتيك نيرف هيد. ماشي. قالك ان ده يعتبر سيجنيفيكانت كوز للاكيوت فيجوال لوس في الناس اللي هي كبيره، يعني بيأفكت 10 من كل 100,000 اوف زوز اوفر ال 50 يير. قالك اسبابه ممكن يبقى ارتريتك اللي هو الوحش ونان ارتريتك. الارتريتك اللي هو الوحش ده بيبقى 5-10%، والنان ارتريتك اللي هو الى حد ما حلو بالنسبه للوحش من 90-95%، وده من رحمه ربنا علينا يعني. تمام. هنا جايب لك مقارنه بينهم. قالك اول حاجه الارتريتك ده بيحصل بسبب حاجه اسمها جاينت سيل ارترايتس. الاعراض بتاعته بيبقى في حاجه اسمها سكال بتندرنس جاو كلودوشن. المريض ده مش بيبقى قادر يحرك بقه وبيحصل عنده هيدك. تمام. النان ارتريتك بيبقى بسبب هايبر تنشن دايبيتس ميليتس هايبر متروبيك اور سمول ديسك هايبر لايبيديميا بوست كاتراكت سيرجري اكيوت هايبوتنشن ديس فانكشن دراج ايا كان. يعني اي حاجه غير مشكله في الارتري.
الايدج هنا في الناس اللي عندها 70 سنه، وهنا الناس اللي عندها 60 سنه. نسكمها ازاي؟ احنا عندنا ده الوحش فاكيد هيجي في الناس الكبيره يعني، من فهيجي عند ال 70، هنا ده الحلو شويه فهيجي عند ال 60. تمام تمام الفيجوال اكيوتي والفيجوال فيلد هنا هو في كلتا الحالتين بيحصل صادر لوس اوف فيجن. تمام، يعني بيحصل صادر لوس اوف فيجن، وهنا بيحصل صادر لوس اوف فيجن. ولكن هنا بيحصل الفيجن بتقل لحد ما توصل لاقل من 60 على 6، لا هنا بتبقى اعلى من 60 على 6، فهنا الفيجن بقت قليله خالص. فالفيجوال فيلد اصلا انا مش عارف اعمل له اكزامينشن، يعني مش عارف هاجي اقول للمريض انت شايف ايه، هيقول لك اصلا انا مش شايف عشان احدد لك الفيلد بتاعي. لكن هنا بيحصل حاجه اسمها التنودنال فيلد ديفكت. يعني ايه؟ يعني ايه اللي هي الصوره دي؟ زي ما قلت لكم قبل كده نص الفيجوال فيلد بتاع المريض بيبقى طور. تمام تمام هنا الاوبتيك ديسك بيبقى سوولن، وهنا بيبقى سوولن برده، ولكن هنا بيبقى بيل، هنا هايبرمد بالليل لان هنا مفيش ارتري، هنا الارتري بيبقى سليم عادي. هنا الاي سي ار والسي بي ار والبليتليت الحاجات دي اللي علاقه بالدم فاكيد هتبقى عاليه هنا، ولكن هتبقى نورمال هنا. ريسك تو فولو اي، قال لك يعني ايه ريسك تو فولو اي؟ يعني اللهم صل على سيدنا محمد، نسبة يعني ان العين التانية تبقى افكتد، هنا بتبقى 75%، هنا بتبقى قليلة. التريتمنت هو في كلتا الحالتين انا العين العيانة مفيش قيمة للعلاج ليها، انا لو هدي علاج هدي علاج عشان العين التانية. تمام تمام فقالك ان هنا ان انا بدي المريض استيرويد سيرابي عشان احاول احافظ على العين التانية. هنا قالك مفيش فاليو، بحاول ان انا اعمل كنترول للريسك فاكتور، وممكن ادي هنا انتي بليتلت اسبرين عشان ايه؟ عشان احاول برضو انقذ الموضوع. تمام تمام بس كده احنا خلصنا الدي سي بتاعنا. ده شكل هو لو جه قال لك هنا اعمل دايجنوز ده لده هتقول له ايه؟ هتقول له ده اسكيميك اوبتيك نيوروبس. طب انهي نوع؟ انا لقيت الفيجوال ديفكت نصه طاير، يبقى ده مين؟ النان ارتري. يبقى احنا اخر حاجه هدناها الانتيرو اسكيميك اوبتيك نيوروبس، قلنا ده اسمه ايون بالمناسبه يعني اعرفوا الاختصار برضو. ده بيحصل بسبب ايه؟ بسبب ان حصل اوكلوجن في النيرف، نيرف ايه؟ الارتري اللي بيغذي النيرف بتاعنا، فالنيرف هيموت. تمام تمام في منه نوعين، ارتريتك ونان ارتريتك. قلنا الارتريتك ده الوحش، النان ارتريتك يعني ايه؟ لحد ما كويس. قلنا ده بيجي في سن 70، ده في سن 60. هنا الاثنين بيحصل فيهم صادن لوس اوف فيجن، ولكن هنا بيبقى الفيجن اقل من 60 على 6، هنا بتبقى اعلى من 60 على 6. هنا الفيجوال فيلد بيبقى فيه اتنويتد فيلد ديفكت. قال لك هنا الاوبتيك سيل في كلتا الحالتين بيبقى سولن، ولكن هنا بيبقى بيل، هنا بيبقى هايبريميك. الحاجات اللي لها علاقه بالدم تبقى عاليه هنا. نسبه ان العين الثانيه تبقى افكتد هنا بتبقى اعلى، هنا بتبقى قليله. انا لما باجي اعالج بعالج عشان خاطر انقذ العين التانية، مش عشان انقذ العين العيان. تمام تمام بس كده احنا خلصنا. في شويه بقى تجميعات. اول حاجه الفيجوال فيلد عندنا لما يجي يقول لك الفيجوال فيلد بيبقى في حاجه اسمها اتنويتد فيجوال فيلد، اللي هي الكلمه دي اللي هي دي اللي هو الشكل ده. يعني احنا خدناه في كام مرض؟ خدناه معانا في مرضين، خدناه في الانتيرور سكيميك اوبتيك نيوروبسي، وخدناه في الاوبتيك نيورايتس. تمام تمام طب الببليديما الفيجوال فيلد بيبقى عامل ازاي؟ بيبقى فيه انلارجمنت في البلايند سبوت عليه افضل الصلاه والسلام. طب الكوينين بيبقى فيه حاجه اسمها كونسنتريك كونتراكشن للفيجوال فيلد. تمام تمام طب موضوع الاسكوتوما دي واحده. احنا عندنا الاسكوتوما في الببليديما بتبقى سنترال للبلو، في الاوبتيك نيورايتس بتبقى سنترال للجرين والريد، في الالكحول بتبقى سنترال او سنتروسيكا للجرين والريد، في الالكحول بتبقى سنترال لحد ما يحصل بلايندنس. تمام والالكحول برضو بيحصل فيه كونتراكشن للفيجوال فيلد. ماشي ماشي فاحنا نثبتها كده. البابليديما هي الوحيده اللي بيحصل فيها مشكله اسكوتوما للبلو، ولكن النيورايتس الانفلاميشن والتوكسيستي بيحصل فيهم اسكوتوما للجريد والريد. ايه ده؟ الجرين والريد. تمام تمام كده احنا خلصنا. تعالوا بقى نحل كام سؤال كده. احنا هنحل كام سؤال من اسئله نجاح يعني، مش عشان ما عملش اسئله. هنا بيقول لك ايه؟ هنا بيقول لك الطيب بتاع الاوبتيك اتروفي اللي بيبقى موجود في الريترو بالبر نيورايتس. ريترو بالبر يعني بره العين، يبقى ده مين؟ يبقى برايمر. ماشي الطيب بتاع الاوبتيك اتروفي اللي بيبقى في البابليديم، بابليديم يعني مشكله في الاوبتيك ديسك، يبقى ده سكندري. ماشي الكونس البتاع دي كان دايركتلي دي تو مشكله في الريتينا، يبقى ريتينايتس بيجمنتوزا. الموست كومن كوز في الارتريتيك anterior ischemic optic neuropathy اللي هو مين؟ الجوينت سيل ارترايتس. ماشي التريتمنت بتاع الارتريتك ايون بيبقى ايه؟ بيبقى سيستميك ستيرويد. هل انا بدي السيستميك ستيرويد عشان اعالج العين العيانه؟ لا انا بديه عشان احاول انقذ العين اللي مش عيانه. هنا مثلا بيقول لك الاوبتيك نيرف فانكشن بيبقى بيست ستادي باي ايه؟ الدايركت اوفثالموسكوب ولا الريتينوسكوبي ولا ماشي. هو اصلا الفانكشن بتاعت الاوبتيك نيرف دي عباره عن ايه؟ الكالر فيجن والفيجن
اللي هو الفيلد يعني والبيبولاري رياكشن. فهي ايه؟ فهنعمل لها اكزاميشن احسن حاجه بيه الفيلد اكزاميشن. الاوبتيك ديسك سويلنج كان بي كوزد باي الانتراكرينيال بريجر، زياده الانتراكرينيال بريجر. ماشي. الكيس ده بيقول لك ايه؟ بيقول لك ان انا عندي 35 years old فيميل جات عندها هيدك وليفت اوكيولار بين اند بلرنج في الفيجن. ماشي. عملت اكزاميشن لقيت ان نظرها 6/6 وعندها ليفت ريليتيف افرنت بيبولار ديفكت. لما جيت عملت فانتس اكزاميشن لقيت ان في ليفت اوبتيك ديسك سويلنج. ماشي. هو انت لما تيجي تبص للكيس كده لوهله تحس ان هي ببلديمه. تمام تمام. لان ايه؟ لان عندي ليفت اوبتيك ديسك سويلنج والنظر الى حد ما كويس وهكذا. ولكن هو عمال يقول لك ليفت ليفت ليفت، يعني ايه؟ يعني الموضوع هنا يوني لاترال. وانا لما جيت اشرح في البابليديما قلت الموضوع ايه؟ الموضوع باي لاترال. فانا مش قادر اخد بابليديما مع اني والله نفسي اخدها. تمام تمام. ايه هي الحاجه من الحاجات دي اللي ممكن تبقى شبه البابليديما؟ الاوبتيك ديسك دراسه. تمام تمام. فاظن الكيس دي محلوله على اساس كده يعني. ماشي. الفيجوال فيلد في البابليديما بيبقى عامل ايه؟ بيبقى فيه اللارج بلايند سبوت. ماشي. اشهر سبب ممكن يعمل لي اوبتيك نيورايتس طبعا المالتيبل سكليروس. اليمين الديمايلينيشن الديمايلينيتد ديزيز. في كيس كمان كده بس هنحلها اخر حاجه. بيقول لك ان انا عندي 25 years old female جت عشان تاخد ميديكال ادفايس. وانا اصلا اول ما شفت 25 years old female يعني ايه؟ يعني ست في الميدل ايج. ماشي. هنكمل برضو. عندها sudden diminution of vision. sudden diminution of vision. ماشي. في الرايت اوي ما فيش هيستوري للتروما. لما جينا نعمل اكزامينشن لقينا الفيجوال اكيوتي 66-36/6 في ريلاتيف افرنت بيبولر ديفكت وفي مشكله في الكلر فيجن. قال لك ان انا لما جيت اعمل فانتس اكزامينشن لقيت نورمال لوكينج اوبتيك نيرف. تمام. انا والله لما لقيت ان في صادن ديمنيوشن اوف فيجن وقال ان هي ميدل ايجد فيميل وفي مشكله في الفيجوال اكيوتي وهكذا فدماغي ودتني لايه؟ للاوبتيك نيورايتس. تمام تمام. ولكن احنا عارفين ان الاوبتيك نيورايتس دي نوعين، يا اما ريترو بالبر يا اما بابيلايتس. هو هنا اصلا قال لك جمله في الكيس بيقول لك ان الاوبتيك ديس كان نورمال، فده معناه ان هي دي ايه؟ ان دي ريترو بالبر نيورايتس. تمام كده. تمام. معلش الفيديو فصل. ثاني سؤال بيقول لك ايه؟ ذا فولوينج تريتمنت لاين كان بي يوزد عشان اعمل ريكفري. هي الست دي عندها ايه؟ عندها مالتيبل سكليروز. احنا كنا بنعالجها بايه؟ بستيرويد. فهي سيستميك انترافينوس ستيرويد انجكشن. تمام تمام. بس كده احنا خلصنا المحاضره الحمد لله. في بس جزء كان موجود في جزء الاوبتيك نيورايتس انا ما قلتوش بصراحه، مش عارف اصلا هو مهم ولا لا، فهنقراه بسرعه كده اللي هو الصوره دي. هو هنا تقريبا عامل الكلاسيفيكيشن، مدخل الكلاسيفيكيشن بتاع المكان مع الكلاسيفيكيشن بتاع الاسباب. فهو هنا بيقول لك الريترو بالبر، هنا بيقول لك ايه؟ ان انت عندك، هنا بيقول لك ان انت عندك الريترو بالبر نيورايتس اللي هو بيبقى فيه الديسكو نورمال يعني اهو. بيقول لك ان هي ممكن تبقى بسبب دي مايلينيشن ودي الموست كومون. تاني حاجه ساينس ريليتد شبه الاسم ودايتس واللايم ديزيز. بص هو اللايم ديزيز ده عباره عن ديزيز بيحصل بسبب بكتيريا اسمها بوريليا. تمام تمام. تاني حاجه اللي هو البابيلايتس الاوبتيك ديسك اهو بيبقى فيه مشكله. قال لك دي بسبب فايرال انفكشن او بعد ايمونايزيشن. دي مايلينيتنج دي ان كومون وسيفيلس. واخر حاجه بقى اللي هو بيبقى معاه الريتينا، ده بيحصل بسبب الكات سكراتش فيفر واللايم ديزيز والسيفيلس. بصراحه انا مش عارفه هو يعني البتاع دي مهمه ولا لا، بس ممكن نقراها يعني مجرد قراءه. بس كده احنا خلصنا. هو انا كنت ناويه اراجع بس مش هلحق بصراحه، حاسه ان الوقت هيوسع مني. وبعدين انا كنت بعد كل جزء يعني بقول مراجعه عليه بسيطه، فان شاء الله الموضوع يبقى حلو. لو حد حابب يراجع او كده يبقى يسمع الريكورد اللي هينزل على جروب ريكورد. بس كده خلصنا. اتمنى لو في اي مشكله في المحاضره تبعتوا لنا على فورم الفيدباك. ولو قصرت في اي جزء اعذروني. ولو حد عنده برضو سؤال او كده يبعتلنا على فورم ديسكشن. وما تنسوش تدعوا لي بجد، امان عليكم تدعوا لي في الايام دي وتدعوا للتيم كله. وما تنسوش اهلنا في غزه والسودان من دعائكم. بس كده. بسمك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك ربي واتوب اليك.